بعد سنوات من السجن والاحتجاز في إيران، يعود 5 أمريكيين إلى الولايات المتحدة على متن طائرة عسكرية في إطار صفقة بين واشنطن وطهران. الصفقة شملت في المقابل الإفراج عن 5 إيرانيين و6 مليارات دولار من أموال طهران المجمدة في كوريا الجنوبية. مذهل، إنه لأمر مدهش للغاية. نحن ممتنون جدا لكوننا معا، إنه أمر لا يصدق. كل ما تشعر به هو إنه حلم. لقد انتهى الكابوس أخيرا، لقد حلمت بهذه اللحظة واليوم أصبحت حقيقة. انتهت الصفقة وعاد الأمريكيون 5 إلى بلدهم، بينما فضل 3 من السجناء الإيرانيين المفرج عنهم البقاء في الولايات المتحدة. يأتي هذا وسط جدل ما يزال مستمرا في الداخل الأمريكي بشأن هذه الصفقة. يعد تبادل السجناء ودفع الفدية بمثابة كارثة سياسية للرئيس بايدن إذا ما تمت مقارنته بما فعله الرئيس السابق ترامب عندما أعاد السجناء من كوريا الشمالية دون دفع أي أموال، لكن الرئيس بايدن لا يمتلك خطة بديلة، لذلك قام بتحرير المليارات. إدارة بايدن أكدت أن الإيرانيين الذين أفرج عنهم لا يشكلون تهديداً للأمن القومي الأمريكي، متعهدة بمراقبة مآلات الأموال الإيرانية المفرج عنها. يعود الأمريكيون على ذويهم وتعود مليارات الدولارات إلى إيران، وبهذا تتم هذه الصفقة التي جمعت بين كل من عاملين المالي والإنساني. لكن النزال بين واشنطن وطهران سيستمر ما استمرت الملفات العالقة بين كل من الدولتين. إياد الجغبير، سكاي نيوز عربية، واشنطن.